جيب ميتسوبيشي مسكر هون عباب على البوابة براند روفر ابيض الرمال المعروف يزيح. بس الخير للجميع. بتأمل من الجمهور يوقف يصغي شوي، يصغي 5 دقائق 10 دقائق، اللعيبة لعيبة الفريقين كمان يجي يوقفوا هون بس، والموجودون الضيوف اعمل معروف بداش حدا ثاني هون المطلوب منهم. وطبعا عيلة البطل الأولمبي إياد شلبي تتفضل كمان على وسط الساحة. راح يكون عندنا تكريم اللي هو فوق كل إشي اسمه رياضة وفوق كل إشي اسمه نتيجة. مرقص جاهز؟ استنى استنى. مرقص. أمامكم البطل الأولمبي إياد شلبي. أطلب تصفيق، تصفيق حار من الجميع. هذا بطل راح أقرأ عنه شوي بعد ما نخلص اللفة، وراح تعرفوا شو معنى إنسان بتحدى كل الصعاب. أستاذ حسين كمان بحب المفضل هون، حسين الشاعر البطل الأولمبي أمامكم، بطل في أولمبيادة طوكيو 2020 في السباحة. مازن مازن نقدر تصفيع، بدنا تصفيع حار أكثر من هيك، استاهل أكثر من هيك. كل الساعة تصفيع. إياد شلبي لازم تعرفوا بالتكريم كمان باسم معليا وباسم بقيعة، أول بلد يكرموا البطل إياد شلبي. تصفيح على المعروف مش غلبناك شوي بس بيستاهل صدقوني. شوي طيب عشان ما نطولش عليكم، بأمل تصغوا شوي تحكي كلمة صغيرة، وبعدين في كلمة لمازن وكلمة لرئيس مجلس معليا ورئيس مجلس البقيعة. إياد يا بطل العالم، من مواليدش في عمر 16/7/1987، يعني 34 سنة. اسمعوا إنجازاته. البطل الأولمبي في سباحة 50 متر و100 متر ظهر في أولمبيات طوكيو البارا أولمبيك لذوي التحديات الخاصة. يحمل كذلك الرقم القياسي العالمي لمسافة 150 متر سباحة مختلطة وعراق لاستيعاب. انتبهوا هون، انتبهوا لاستيعاب عظمة هذا الإنجاز وعظمة قدرة الإنسان. فليعذرني الجميع ولتعذرني عائلة البطل إياد. إياد أصم وأبكن، بحكيش وبسمعش، مقعد بدون حركة في قدميه منذ جيل 13 سنة بسبب حادث طرق تعرض عليه. بفتكر بكفي هاي المعلومة. يتبارى في درجة S1 من درجات الإعاقة، والتي تعتبر أصعب درجات الإعاقة في المباريات الأولمبية وفي الطب حسب ما أعلم. رغم كل التحديات الصعبة والقاسية حارب وناضل تدرب وعانى حتى وصل إلى العالمية،
ألا يستحق كل تقدير ومحبة منا؟ ألا يستحق التصفيع من الحضور؟ تصفيع حار 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 نار. ما هي الطريقة التي سلكها إياد من شفا عمر حتى الذهبية في طوكيو؟ أي عزيمة، إصرار وتحدي؟ لا أؤمن أن إياد أعطى فرصة، أعتقد أن إياد انتزع حقه بالفرص والإمكانيات، ولهذا فهو بطل أبطال العالم بامتياز. ربما مجال التحديات الخاصة في الوسط العربي غير ناضج ومنفتح، وما حاز عليه البطل إياد في طوكيو بتمثيله البلاد والوسط العربي قد يكسر هذه الحواجز المظلمة، وبالتأكيد قد أثبت للجميع أن كل إنسان رغم قيوده وحواجزه يستطيع أن يفعل المستحيل إذا أصر على ذلك. ألف مبروك إياد، ألف مبروك يا بطل، رفعت رأسنا في معليا، في البقيعة وفي كل الوسط العربي. أخ مازن بدي أحكي كلمة صغيرة. كمان مرة مساء الخير، بدي أرحب بجميع وكلمة مختصرة قديش بقدر. بدي بس أركز على إياد، على البطل إياد شلبي. البطل إياد شلبي إحنا زقفنا إسا 5 ثواني أو 10 ثواني وتعبنا شوي. بدي بس نفكر أهله لإياد والبطل إياد 20 سنة المبادرة والشجاعة والقوة والتحمل والصبر والإيمان، عشان إحنا أهل معلة والمنطقة نجرب نتعلم منه لو شوي صغيرة. بدي أهني أهل معلة والبقيعة، أي أول مرة بتاريخ المنطقة بيصل على معلية ميدالية ذهبية. الميدالية الذهبية للبطل إياد، بس معلية والبقيعة بيستاهلوا ميدالية بالإنسانية. زقفة قوية لإياد ويعطيكم ألف عافية. رئيس مجلس معليا أبو ماهر أخ حاتم عراف، إذا ممكن كلمة. أولا مساء الخير لكل ضيوفنا، رئيس مجلس لبقيعة سويد بسويد، المفتش أمين عبد الله اللي دائما بشاركنا وبتحفنا كلها ودائما بدعمنا وين بقدر يدعم، والسنة أكيد مش راح أقصر في عنا كم مناسبة ووعدت إنك تدعم. أهلا وسهلا بالفريق لبقيعة وفريق معليا طبعا بالمباراة. بهالمناسبة احنا استغليناها حتى بالفعل نقدر نكرم إياد البطل الأولمبي اللي بالفعل بيستاهل تكريم. مش مفهوم ضمنا انه واحد يناضل هالقد حتى يصل شو وصله. طبعا معليا كانت سباقة انه تكرم إياد لانه بيستاهل التكريم. بهالمناسبة أنا بحب أشكر أهله جدا جدا. مش مفهوم ضمنا إنه الأهل يضحوا هالقد حتى ابنه يصل لشو وصل. بشكر إياد على كل جهود اللي عملها، طبعا هو فخر لكل الوسط العربي، بيمثل الوسط العربي، بحط اسم الوسط العربي في الألعاب الأولمبية. أهلا وسهلا فيكم، بتأمل اللعبة ظل بنفس الروح. أنا اللي بقوله إحنا فرقتين نلعب مع بعض مش ضد بعض، وأتأمل أن الفرقتين يكونوا بالآخر ربحانين. شكرا لكل الحضور. طبعا يعني بدي أوفر على زهير، بدي أدعي رفيق سويد سويد يلقي كلمة. مساء الخير إخوان. أولا قبل كل شيء بحب أشكر زميلي وصديقي أبو ماهر على كل الطاقم اللي ساعد على إقامة هذا الاحتفال. طبعا هذا كمان شيء كمان مرة، هذا مش مفهوم ضمنا إن نيجي نحتفل في بطل أولمبي في قرية من قرانا في الجليل.
فكل ألف ألف شكر لكم على هاي المبادرة. بتأمل إنه بالفعل شغلات عن شكلها تتكرر، مش كمان أبطالنا يتكرروا، كمان مبادرات عن شكلها تتكرر. لا بطلنا ما في شغلة بسيطة، في شغلة بسيطة. أول شغلة بحب أقول لك بس شكرا لك، شكرا لك إنك علمتنا شو يعني التحدي، علمتنا شو يعني ننجح، علمتنا لكل حياتنا نقرا عنه ونسمع عنه. من ايام كنا في المدارس يقولوا لنا نابليون بيقول ما فيش شيء مستحيل، انت ورجيتنا انه بالفعل فيش شيء مستحيل. كل مره كل الوقت كنا نسمع عن هاي الشغله، ولكن لسه حسيناها ولمسناها، لمسنا انه واحد مننا وفينا مع كل الامكانيات الضئيله اللي عنده قدر يوصل للعالميه. فشكرا لك كمان مره، وشكرا لك ألف مره انك انت بالفعل اثبت لنا انه مش السماء هي الحدود، ما فيش حدود قدام وامام اراده الانسان، ما فيش شيء مستحيل، ما فيش حدود. اذا واحد عنده هدف وعنده اراده وعنده تصميم بوصل لوين ما كان بده يوصل بيقدر يوصل. اهم شيء يكون في عنده هدف، عنده اراده وعنده تصميم انه يبلغ هدفه ويبلغ كل شيء بتمناه وبيحبه. الف شكر لك انك زرعت فينا هاي البذره. بتامل انك انت تكون قدوه لكل شاب وصبيه عندنا، لانه في كل شاب وصبيه في عندنا في عنده كل الامكانيات انه ينجح ويوصل. اهم شيء انه يحط هدفه ويحط كل ارادته وكل امكانياته عشان يحقق اهدافه بيقدر يوصلها. شكرا لك ان زرعت فينا اول بذره، بتامل كمان مره تكون انت قدوه لكل شاب وصبيه عندنا يوصل لهي المراتب. شكرا لك. شكرا دكتور سويد. واخيرا كلمه من عائله البطل الاولمبي اياد شلبي، الصحفي زميلي في تلفزيون إسرائيل في قسم الرياضة الأخ حسين الشاعر، سيلقي كلمة شكر قصيرة لنستمع له. تفضل حسين. مساء الخير للجميع. بداية يعني يطيب لي شخصيا وعائلة شلبي على هذه الدعوة الكريمة. حضرة المهندس حاتم عراف رئيس مجلس معالي المحلي، الدكتور سويد سويد، الأستاذ مازن عبد مسؤول ملف الرياضة، ومفتش الرياضة والثقافة أمين عبد الله صالح. ونرحب أيضا بمديري المدارس أستاذ بسام و أستاذ إياد، أهلا وسهلا فيكم جميعا. وطبعا الجميع محب الألقاب والمناصب، والشكر موصول لكل شخص فيكم على هذه الدعوة. وطبعا زميلي زهير متى أيضا شكرا على هذه المبادرة والدعوة، وطبعا مدير موقع جبلنا. ومعليا هي طبعا يعني من مركز الجبل، مركز هذه البلاد، وشامخة بأهلها وشامخة بقلعتها. فطبعا كما ذكرت يطيب لي بدون شك يعني فوز إياد هو مدرسة بحد ذاتها وجامعة يعني يجول في خاطري عندما قال محمد علي بطل العالم في الملاكمة، عندما قال بين المستحيل والممكن هو شيء واحد، هو كيف يشعر المرء بالإصرار والإرادة. فبالفعل الإصرار والإرادة اللي كانت عند إياد مش مفهومة ضمنا، فبالفعل كان عنده تحدي كبير جدا حتى وصل لهاي المنصة، الأكبر منصة عالمية كالمونديال. فهو بطل العالم إياد، مش بس مع ميدالي، مع ميداليات تنتين ذهبيتين للمباراة. بدون شك يعني من الجميل أن نزرع الورد في قلب بستان، ولكن من الأجمل أن نزرع الروح الرياضية في قلب بستان، وما أجملها لبقيعة أن تكون ضيفة في معليا. فهذا الروح الرياضية العالية التي تمتاز بها المنطقة. وطبعا باسم عائلة شلبي مرة أخرى نشكركم على هذه الدعوة الكريمة. وكما ذكرتم إن الشرف إنه معليا هي أول بلد تستضيف بطل العالم إياد شلبي. شكرا. أطلب من رئيس مجلس معليا الأخ حاتم عراف، رئيس مجلس البقيعة دكتور سويد، ووالد البطل إياد، تسليم كأس التقدير الذي في حوزتي مكتوب عليه لا يستسلم إلا صغار العقول. فالإنسان ما دام حيا يستطيع أن يصنع المعجزات.
البطل الأولمبي إياد شلبي على إنجازه العالمي المشرف في أولمبياد طوكيو 2020 لذوي التحديات الخاصة، مقدمة من مجلس معليا المحلي قسم الرياضة موقع جبلنا ويوفي هاوس وسيم سباق. بتفضل أبو ماهر دكتور السويد يسلموا الولاد مهمش لورا مع تطير البالونات. 1 2 3 يا شلبي. تصفيق هذه المشهد يكون حلو. فضلوا من نعيمة معي أو نعيمة الفعل وقف وراء نصور صورة. الأولاد تاغي اللعبة بعد اللعبة تتصوروا مع الأولاد اعملوا معروف. خلنا نصوروا لسه هون موجودين. ألف مبروك لياد شلبي، ألف مبروك للرياضة، ألف مبروك للإنسانية، ألف مبروك لمعليا ولبقيعة، ومعا نحو الشوط الثاني إن شاء الله. للعيبي 5 دقائق تسخين. بقولوا بالعبراني على نيار، كلنا أخذنا المركز الأولى بالأخلاق بالروح الرياضية العالية. كل لعبة بيصير فيه توتر حماس، هذا مش إشي اللي عملناه ولا حدا عمله. وإن شاء الله كل سنة بتصير هاي الشغلات معليا وبالقيعة وكل المنطقة. أستاذ بسام يسلم كأس المرتبة الثانية للأخ جورج سباغ كابتن فريق البقيعة. علينا بسام، علينا أبو. أيوة، كأس البطولة، كأس السوبر كاب الأول لفريق معليا. قمر إبشارة الحكيم الذي صعق الهدف الثاني. أبو ماهر، أبو ماهر روح روح. أبطال أبطال. مبروك مبروك لجورج لقمر للكل. يعطيكم ألف عافية وإن شاء الله إلى اللقاء في السنة القادمة. مطلوب مرقص بشارة لعندي هون شوي لصورة نوستالجية. مرقص عندهم بوفون الاثنين. مازن مازن شو مع الضياف تجيبه.